السلام عليكم وتحياتنا لكم، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. هذا يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلابل. ما مشترك اشترك، لايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد، فقره يوميات ليليه. نبلش بالاسئله اللي جايتنا من محمد باسم. اول تعليق يقول: عندي طيور حب وفنجز، يصير احط وياهم بلبل بالقفص واحد لو يتعاقب؟ باوع، قاعده ثابته، قاعدة ثابتة، ذوات المنقار المعقوف أو المنقار المعقوف. شنو المنقار المعقوف؟ يعني المنقار اللي يشبه منقار الببغاوات، طيور الحوب، الكوكتيل، الغنادير، الروزيلا، يعني كل هاي الببغاوات ذوات المنقار المعقوف احنا نسميهن، أو المنقار المعقوف اللي منقاره يصير مقوس. هذني ما يروهمن ويا النقريات. هسه تقول شنو النقريات؟ النقريات يعني الطيور البلابل، مثلا خلينا نقول ربعها، البلابل، الفنجز، الكناري، شو اسمه، الجاوه، ما جاوه، المهم كل الطيور اللي منقارها عدل مثل البلبل، ذن النقريات احنا نسميهن ينقرا يعني، اوكي؟ هذول يكونون بجهه امهات المنقار العدل، وذوات المنقار المعقوف بجهه، ما يتراهمن ابد نهائيا. التعليق الاخر يقول: عندي البلابل اتقاموزن، بس اتقافوزن، قصده هو كاتب اتقاموزن، بس بعد الفحل يضرب النتية وهي تنهزم منه، وحتى ما تاكل، واعزلهم وارجعهم سوا هم نفس الشيء ما يتغير شيء. ما دام اكو نتف ريش بيناتهن حتى لو متزوجات هذني ما ينفعن، الا اذا كان قفصك احتمال صغير هو السبب. اما راح تقول لي لا انا قفص كبير يعني مثلا قد هذا، اوكي، وقاعد يتناتفن بالريش، هذني ما يتراهمن، لازم تبدل واحد من عندهن، بدل الطير اللي ما ضامنه. يعني مثلا اذا عندك الفحل دا يقفز النثيه، هذا الفحل خليه حرامات، وعندك النثيه من بيضه، النثيه بدلها. راح تقول لا عندي النثيه من بيضه والفحل قاعد ما يقفزها، بدل الفحل. وهكذا ما دام دي اكو نتف ريش بيناتهن، ذني لازم ما يروح من سوى اذا كان القفص كبير. التعليق الاخر يقول: يصير انطي البلبل الدود اللي يطلع باللحم، وعندي زوج بلابل نثيه وفحل، من اخر الفحل ويا النثيه يتعارك وياه والنثيه تخاف، شنو الحل؟ السؤال الثاني مالتك مال العرك نفسه اللي حكيناه، ودود اللحم قصدك يرقات الذباب، ممتاز. هذا حال القبابي واقوى من القباب، يرقات الذباب هاي يصير لونها ابيض. كم مره اوكل الافراخ باليوم؟ مع العلم انا منطقه ريفيه اوكل جراد، ايش قد ما تقدر اوكلهن. تروح تجي الفرخ من يفتح لك الحلق مالته انطيه، بحيث انه يسد حلقه من يفوت من يمك، يعني هذا الطير شبعان، بس اذا فتح حلقه انطي، ما دام انت يمك جراد يطلع عندك بلبل درجه اولى. التعليق الاخر يقول: عندي بلبل نثيه وفحل وحشيات، احط لهن ليف ما يلمن بالعش يشيلن بالقاع، بعدهن ما مستقرات، هذا نعطيهن مجال، نعطيهن وقت. يقول: سوي لنا حلقه عن تربيه الافراخ وشلون نكبرهن هن صغار ونسويهن اليفات، لان جبت مرتين افراخ وماتن. راح ينزل لكم ان شاء الله فقره من الالف الى الياء تخص تربيه الافراخ، كل التفاصيل اللي تحتاجوها. التعليق الاخر يقول: عندي بلبل اليف وصار لفتره عندي، ويقبل امسد له ويعارك ويا اليد، بس ما يقبل يوقف على الاصبع، ليش؟ شنو السبب؟ هذا انت لازم مره او مرتين خليته يخاف من الايد مالتك، هي هاي المشكله لا اكثر ولا اقل. وكل ما راح تلح عليه تروح تلزمه او تمسد له حتى يوقف على ايدك، راح يتوحش الطير اكثر. خلي الطير وحده هو يجي على ايدك، مو انت تروح عليه، لان كل ما راح تضغط كل ما راح يتوحش اكثر، وهكذا، اوكي؟ هاي وحده. اثنين يقول: ما يقبل يطلع من القفص، بس من افتح القفص من فوق يطلع، بس يرجع يطب، ليش؟ يعني هو باوع البلبل، ما دام ما يطلع من القفص معناته الطير بعده ما مستقر وما يعرف مكانه وما يعرف قفصه وخايف. لا تضغط عليه، لان الغلط الكبير جماعه الاليف اللي يخلون البلابل تتوحش من عندهم ما تستقر يمهم، هو هذا انه فتح له باب القفص يريد يطلع، ما طلع البلبل. سوى هو لزم وراح لزمه هو وطلعه، من طلع من لزمه اولا توحش البلبل، وثانيا البلبل من طلع برا القفص راح يشوف القفص انه المكان مال القفص غريب عليه، ما راح يرجع القفصه، اوكي؟ عندي اني هذا المخاليف مالات المهجنات، خب اني هذا تبزيرنا، اوكي؟ ذاك اليوم رحت اطلعها من القفص ما طلعت، فتحت القفص يوم كامل بغرفه ومسدود الباب مال الغرفه والقفص مفتوح، ما طلعت وما طلعت، عرفتها والله يعني شو اسوي لها؟ ما دام ما طلعت الطياره معناته الطياره هي مستقره بقفصها وخايفه من الجو اللي برا. شو وقت ما هو البلبل يطلع خليه يطلع براحته، مو انت تضغط عليه، واذا يريد يرجع لا تعطي اكل برا القفص حتى هو يرجع القفصه. التعليق الاخر يقول: عندي زوج بلابل زوجات انتجن بدايه الموسم وصار لهم 4 اسابيع ولسه ماكو شيء،
لين الجو. يعني ترى اذا تتذكرون بشهر الواحد والثاني كان الجو حلو مستقر، صحيح ببرودة بس مستقر، يعني درجة الحرارة كانت ثابتة 15 الى 12 الى 17 ثابتة، ما صعدت ولا نزلت ولا اكو هواء. هسه احنا على اساس بدا الموسم تشوفون درجة الحرارة هبوط صعود هواء، فالطيور كلها ارتبكت كلها تأذت أذية مو طبيعية. هسه انا عندي هاي نثية عراقية ذابة بيضة بالقاع، زين ديتش البيضة ذابة بيضة بالقاع ما خلتها بالعش بسبب الجو، هو هاي المشكلة. يعني هاي عندي هنا بيضة ثلاثة ذبت وحدة، بقت بس بيضتين جوها، والله اعلم راح يطلعن لو ما يطلعن على هالجو هذا التعبان. التعليق الاخر عندي بلبل يعارك ويا ذيله، شنو السبب؟ هذا البلبل حاد احنا نسميه، الحل مالته ينقص الذيل مالته، ينقص مو ينتف، ينقص بالمقص تخليله شويه من عنده بحيث ما يقدر يوصل له يتعارك وياه. بعد فتره هو من وحده راح يصفي وراح يرجع الذيل الطبيعي مالته، راح يكون نسى هاي الحاله. يقول بلابل طبقتني ورا يوم لقيت النثيه ظهرها ما بيريش ومتروز دم وجراحه، اعزلها ظل ما يتراهمن نهائيا او قفصك صغير. التعليق الاخر يقول عندي زوج بلابل بيضا وانكسر من البيضات لحد الان ما بيضا، صار انه هوايه ما بيضا مره ثانيه، شو اسوي؟ ايش قد المده؟ يعني انطينا المده، يعني عبرت الشهر، اذا عبرت الشهر هنا الطيور لازم يتبدل المكان مالتها، اذا اقل الشهر تركن هسه راح يبيضا من جديد. عندي زوجين بلابل كل زوج واحد بمحميه، والزوجين طابق وحشي باليف وجاي يوقفن صفه ويفلن، واني ما اعرف شنو نوع جنسهم، شنو هاي الحاله، نثايل وفحله، ما دام دي يتناسل ان واحد للاخر نثيه وفحل. النثيه بيضه ثلاث بيضات فقست واحد فقط واثنين ما شادت، اول بيضه وضعتها يوم 20/3، اي معناتها يوم 2/4 يصير عندك التفقيس صار، زين ليش ما شادات البقيه؟ شيء طبيعي، الفحل يحتاج تقويه، اخذ له فيتامين اي راح يصير يشد البيض مالته مرت الاخ. التعليق الاخر على شنو تستعمل زيت الزيتون خاف يضرب بلابل اسهال، وشو وقت ابدي استعمل فواكه؟ زيت الزيتون ما استعمله اني، لغيت الموضوع مال زيت الزيتون، قبل كنا نستعمل زيت الزيتون لكن هسه قمنا نستعمل دبس بمكانه حتى نعجن التمر، حلو التمر يبقى لين واوكي. وموضوع الفواكه انا ما استعمل فواكه نهائيا لا بالشتاء ولا بالصيف، نعتمد على الخلطه فقط، الخلطه مالتنا اللي انا مسويها فقط الخلطه والتمر بالقفص. التعليق الاخر يقول لا تكرر تعليقك يا اخي، احنا نقرا التعليقات. عندي محميه كبيره قبل شهر خليت بها فحل راكد، واليوم طبقت وياه نثيه راكده، سؤالي افضل الحالات ايش قد يطولن حتى يتزاوجن ويتكاثرن؟ قبل عامين انت قلت تزاوجت فحل خام ويا النثيه الطفره ب 40 يوم. افضل الحالات يعني خلال اسبوع يتزاوجن، اذا راكدات انت مثل ما تقول، واذا متاكد من النثيه وفحل، واذا قفصك كبير اسبوع هذا اقل مده راح تلف النثيه عندك عش. اذا انه عندك مشاكل او طولن، فهي انا عندي 40 يوم هي هاي النثيه، كانت نثيه طور وياها فحل خام كان وحشي صيد جديد، 40 الى 45 يوم طولا والزوجه، هاي افضل الحالات واسوأ الحالات. بس انا انصحك انه لا تفكر هيك، يعني لا تفكر انه ايش قد ايش وقت راح يتزوجن وتنتظرهم لازم تحسب لهم وقت، لا يعني انت تروح انت الموسم كله، زين يعني الموسم كله اذا طلعت مره واحده من عندهن فرخين اللي هن او ثلاث فرخات هذا انا اشوفه كل زين، وعندك الموسم طويل يعني من نهايه التاسع. التعليق الاخر يقول صوت القطة يؤثر على البلابل؟ اي طير مغرد، اي طير يطلع صوت البلبل يلقفه، وخصوصا اذا كان الصوت سهل اسهل من التغريد، فراسا يتشلب بيه ويعوف التغريد مالته. التعليق الاخير البلبل، البلبل مالتي ياكل الضروك، شنو السبب خروجه مي؟ هذا نقص عنده بالتغذيه، تغذيته بها نقص املاح نقص بروتين، فيحاول انه يسد الجوع مالته يسد الحوصله مالته، فيبدي ياكل اي شيء. يعني بالنسبه للمي نفس الحاله، التغذيه مالته غلط يظل الطير يشرب مي كل ساعه. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.